كي كان اللقاء ديك مع الجمهور عاوتاني يعني كان لا مزيان. زوين زوين بزاف زوين، في دال على حسب داك الشيء كنعرف انا على موازين والجمهور ديال الصلاه. الحمد لله داك الشيء شعبيه، خشبه شعبيه، محيحه مزيان، الناس حافظين، الجمهور جاو لي فان بزاف. دونك لومبيونس كانت الحمد لله، ودعنا قدمنا واحد لي زارونجمون جداد بالتوزيع ديالو، لي فيولون خصنا ندير لي فيولون في الخشبه، لي كوريست جاو كناوات هما معنا حيحوا معنا في الخشبه. دونك كانت واحد لا كولور ميوزيكال مغربيه 100% الحمد لله. دوي لي شويه استاذ قادر على هاد لو سينجل هذا، كيفاش حتى جات الفكره ديال هاد لو سينجل هذا؟ وفين خدمتي اون ميم طون؟ فين خدمتي؟ واش هنا في المغرب ولا خارج المغرب؟ الفكره هذه بلا السينجل تسجل هنا في المغرب 100%. كان عندي واحد لوفو هذه بزاف باش نجي هنا للمغرب ونسجل اغنيه 100%. ما عمري درت هذيك اول مره، لي زالبوم ديالي اغاني ديالي كاملين تسجلوا على برا. والحمد لله لقيت واحد النجاح هنايا، واحد تلاقيت مع دي موسيقيه فري ميوزيسيان ماروكان 100%. فوالا وسجلت معنا الاغنيه هذه. هذه الاغنيه سميتها نكتم، عييت ما نكتم، نشوف ونسمع وما نتكلم. هذه اغنيه كلمات ديال فاطمه المعروفي، استاذه فاطمه المعروفي والشاب قادر. دونك كتبناها انا وياه بالكلمات تلحين الشاب قادر. وبغيت اغنيه بالطبع طبعا القديم اللي كان في الراي اللي كبرنا به ملي كنت صغير. انا كانت عندي ديك 10 سنين 12 سنه، وادي حمد الوهبيب، لاوي الهواري، الناس اللي خلوا لنا واحد الطبع في الراي. وديك الروح اصلا اللي ما بقاتش في الراي هذه مده، ان شاء الله ولات بهذا السينجل هذا. فيه كوين من جات، فيه ديك الروح، فيه الدربوكه، فيه الالات ديالنا اللي ما بقيناش راضيين بهم، هذا هو المشكل. يعني شاب قادر ما غيرش النمط ديال الموسيقي ديالو، بقى وفي الستيل ديالو. شاب قادر معروف بالاله، معروف بالكمانجه الاليه، ونظن ما نقدروش نديروا شي موسيقى ونسميوها راي بلا ديك الاله. ضروري تكون ديك الروح ديالنا، ولا حيدنا ديك الالات الدربكه والناي والقصبه والكمانجه. نقول هذا ولا ندير الموسيقى غربيه وصافي. نعم الحمد لله ولينا الطبع ديالنا القديم. في ديك على حسب ديك الالبوم اللي درتو في الثمانينات، شي دواري العوامه. نعم. ورانا في الماميس واقف في قصه واحده. نعم واخا سي قادر، دابا هذه المشاركه لك الثالثه كنظن واقيله في موازين. الثانية هذه في موازين. الثانية دزت موازين 2014. ودابا شنو اللي بان لك بان يعني كاين شي حاجه اللي كتميز هذه الدوره على الدورات السابقه، الدوره اللي كنتي شاركتي فيها، ولا الامور بقات هي هي؟ وي انا على حسب موازين، والخشبه اللي دزت فيها لقيت جمهوري الحمد لله. جمهور بدال، شنو نقول لك، كاين ناس بزاف جاو دي فامي والناس اللي كيتبعوني من بكري ماشي من اليوم. نعم انا فايده زاد هنا. دونك كاين ناس كبار اللي جاوا وجابوا ولادهم معاهم، اللي هما تعرفوا الشاب قادر من بعد. فوالا دونك لقيت انا واحد الجمهور اللي متبعني والحمد لله. احنا حاولنا نعطيهم واحد الشو جديد، ماشي بحال ديال 2014، منوع شويه بالموسيقى كما قلت لك. سيكسيون دو فيولون كاين سته ديال لي فيولونيست، لي كوريست هما مغربيات جاوا معنا. فيها القناوه، فيها سرقه ديالي انا دو باز لي ميوزيسيان. كنا كازيمون واحد الوقيته كنا 18 موسيقي في الخشبه. زوينه. نعم. بغينا نقدموا لهم واحد الشو زوين والحمد لله. تيغاني وعجب داك الشيء، عجب الناس بزاف الحمد لله. فوالا وحنا داك الشيء اللي بغينا، وبغينا ديك لاسين ديال الخشبه ديال السلام تهلاو فيه شي شويه فيها. والمسؤولين هذو الناس ديال الموازين تهلاو فيها، وحنا تهلاو فينا راه ديالنا والشعب ديالنا. خصنا عندنا خشبه او نيفو او ميم نيفو في سويسي، او ميم نيفو كو النهضه وزيد. حنا خصنا نخدموا جميع المغاربه كاملين، المسؤولين والفنانه والجمهور ديالهم. الحمد لله حنا ماشيين دابا في واحد السيكل زوينه على حساب لو غيست دي فيستيفال. يبقى دابا لا سين نظن انا هي اللي ناجحه فيهم، هي لا خشبه ديال سلا. انت ما عندكش شي مؤاخذات على المسؤولين فيما يخص التنظيم؟ لا كيبان لك التنظيم زعما على واحد المستوى اللي كان اللي كيتمنى اي واحد، كيبان لك مزيان انت من جانب ديالك انت كفنان. انا لوفو ديالي، وداك الشيء اللي بغيتو اللي تمنيتو. نعم. تبقى خشبه واحده هكا الفيستيفال ديال الموازين كامل.
هي خشبه ديال السلا، الخشبه الشعبيه ديال السلا. نقدروا حنا ما عندناش مشكل، نقدروا نعطيك واحد المثال، هو الفيستيفال ديال الصويره ديال القنوه، نقدروا يكون عندنا خشبه واحده ونعرضوا حنا احبابنا، علاش ماشي مشكل، نعرضوا الفنانة الجزائريه، نعرضوا الفنانة الخليجيين، صحاب لبنان، صحاب هذه، نعرضوا لامريكا يحطوا معنا في الخشبه ونعرضوا نعرضوا عليهم، يغنوا معنا ويفرحوا معنا ويخدموا معنا، ولكن معروضين عندنا في بلادنا ماشي بالعكس. نعم، على ذكر الجزائر، كنتي في شي تصريح مؤخرا انت والسي حميد بوشناق، انتقدتوا او دعيتوا السلطات الجزائريه، اظن اذا كانت المعلومه ديالتي صحيحه، انها تكون تهي تنظم مهرجانات وتستقبل فيها فنانين مغاربه. لا، حيت حنا المغرب بلاد زينه وكتبغي البراني. نعم. ما عنديش مشكل انا مع هذا الشيء، هذا حنا كنفرحوا بالبراني وديما مشرفين به كما كان الحال. ولكن ما خص هنا المسؤولين في المغرب ما ينساوش ولادهم، زين يهزوا بلادهم، هما اللي هازين البلاد ماشي البراني. البراني راه غادي يجي يخدم ويولي لبلادو، المغربي غادي يبقى في بلادو. نعم. وغادي يشرف بلادو وغادي يزيد من قدام، هذا هو المفيد ديالنا. على حسب السؤال ديالك اللي قلت لي، الجزائر نورمال راه كنعرضوا عليهم، كيخدموا معنا كنشرفوا بهم، حتى حنا بغينا حتى حنا يعرضوا علينا ونديروا حتى حنا مهرجانات عندهم. نعم. وسهرات ويكون ذاك ليشونج كولتور، هذيك الثقافه تكون بيننا وبينهم. نعم. مزيانه. نعم، واخا دابا الجميع يسجل عودة المغرب إلى إفريقيا، في الشاب قادر ما كيفكرش أنه مثلا الموسيقى ديالته تولي فيها واحد طابع إفريقي، مثلا شي تعاون بينه وبين بين موسيقيين أفارقة، باش يزيد يكرس هذاك التعاون مثلا وهذاك الاندماج الثقافي بين شمال افريقيا وبين الجنوب. الو، كاين بروجي نخدم فيه ان شاء الله، وغادي نسجلوا يمكن لك بالله، وراه مازال في الحياه هذا العام ولا العام، دونك ان بروجي افريقي موسيقى. كبرت مع هذوك الناس، كبرت مع الجيل ديال الثمانينات اللي سميتو لا وورد ميوزيك، وديك لا وورد ميوزيك في فرنسا. كنت كنتلاقى مع افريقيين بزاف اللي ولاو دي ستار من بعد، منهم صليف كيتا، موي كونتي، غيليما، ماني دي بونغو، هذوك كلشي دوك الناس كنعرفهم صحابي وحبابي. دونك ما تمنيت ندير معاهم واحد السينجل افريقي اون اوماج افريك. سيدنا الله ينصرو حل ذاك الباب، الباب كبير واسع. ما كرهناش نكملوا حنا بالثقافه ديالنا وتكون اون رونكونت ارتيستيك افريكان ان شاء الله. ونظن هاد الفنانه هادو بغاو هاد الشيء تاع هما، بغاو هاد العلاقه تكون بيننا وبينهم، دونك تكون كولابوراسيون ماشي غير في لي زافير ولا في لا كولتور، تكون سورتو لي بوان. فوالا، حنا الخدمه ديالنا هي الثقافه، دونك غادي نحاولوا ان شاء الله ندير واحد السينجل تكون نبدا كونت ارتستيك بيننا وبينهم. واخا، اخر كلمه للشاب قادر الجمهور ديالو من خلال انوار بريس. بغيت نسلم عليهم بعدا بزاف، شرفتوني بلا بروميير ايميسيون اللي درتها معاكم، فرحت بزاف والحمد لله راني معاكم مازال اليوم، عام مور لو لونسمون ديال لو سيت. فوالا، راني نخدم عليهم بزاف، تبارك الله عليكم، فرحان بزاف لقيت جمهوري هنا في المغرب. فوالا، ونتمنى نشوفهم مره اخرى في واحد السهره كبيره ان شاء الله هنا في المغرب. تشكرك استاذ قادر على سعه الصدر، ومزيدا من التالق ان شاء الله، ويكون لقاء معك قريبا. ربي يخليك، ربي يخليك خويا.